السلام عليكم خوتي، اليوم راح نعطيكم معلومه بركه على بروبليم تاع الباستي. ديجا عندي عليه فيديوهات في لاطاس وفي طوموبيلات اخرين. اليوم عندنا في كيوكيو 2012 لاني عندنا توجور تنقص الماء تنقص الماء تنقص الماء. حتى البارح فيريفيتها لقيت الماء يهود من ما بين لابواط والموتور. جيت الفولوموتير كي تنوض الفولوموتير يطرش الماء. الفولوموتير هو لتحت الماء درك تهلكم. ها هو ها هما اللورا كيف دار شويه زنزير تاع الماء. هذا الفولوموتير عندها باستيه لهنا تهبط عليها لابواط. شوفوا حاجه تاع 10000 بس راح تخدمها 500 ولا شوف. المهم لاباستيها هي نحيتها هاي وين مقعوره. شوفوا مع الامبوله هاي وين مقعوره ديريكت ممكن تهبط في الماء طول رشات ريش هي واحده. كي نحيتها خرجتها وجبت لها باستيه اخرى بعد 30 جديده. درك ما بقاش زيت ترشه. واش راح نعمل لهم؟ راح نغلفها بالسيليكون من الداخل ومن بعد ندخلها لوطون اللي نطلع لابواط ونكمل من بعد نكمل نركب تكون ديجا السيليكون شاحت. نصب الماء سيبه ومتهني ما بقاش يقيسها الماء ما بقاش الزيت ترشى الكوطي هذا خلاص. هذه معلومه بركه اليوم ليكم والسلام عليكم.